اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناه حمزه ذا فيبر. حاليا مع عدد الشركات الكتيره جدا اللي موجوده في مجال الفيبنج، شركات قليله قوي هي اللي تعتبر قديمه وموجوده من ايام المدات والتنكات وكل القصص القديمه دي. والشركه معانا النهارده تعتبر كانت متميزه ومشهوره اكتر في مجال الدي ال، ولكن عملوا فروقات كتيره في مجال الام تي ال برضه، وتعتبر في مصر هي الشركه صاحبه اعلى كميه مبيعات كويلات جاهزه في السوق. لو ما عرفتوهاش تابعونا. الشركة اللي بنتكلم عنها النهاردة هي شركة فوبو، وشركة فوبو تعتبر موجودة من زمان جدا، واول جهاز ليها انا فاكره واشتريته شخصيا كان جهاز الدراج 1 اللي كان عامل طفرة وقتها عن المودات اللي كانت موجودة. ومن اول ما بدا عصر البوت سيستم دخلوا علينا بقى بالدراج اكس واس واكس بلس واس بلس واكس برو واس برو، قصص كبيرة جدا. واشتهروا جدا بسيرس اللي اسمها الارجوس. سيرس الارجوس كان فيها الارجوس 40 والارجوس برو، والاثنين دول كانوا بيشتغلوا كنفس شيشه وكنفس سجاير او دي ال وام تي ال، ومشهورين واكتر كويلات بتتباع ليهم هي البي ان بي سواء في الدي ال او في الام تي ال. مع الترند الجديد للكارتجات الجاهزه الانتي ليكنج تماما، قرروا بقى ان هم يقفزوا في التطور ده وعملوا كذا سيرس، هنجرب منهم اثنين النهارده. الاثنين بوت اللي هنتكلم عنهم النهارده الاثنين من عائله الارجوس. النسخه الاولى اللي هنتكلم عنها هي الارجوس جي 2، ودي تعتبر البوت اللي هو بالطول شويه كده، وده متوفر منه تقريبا لحد تصوير الفيديو ده 11 لون، في 3 منهم لسه متضافين قريب جدا. ديزاينات بقى مختلفه، وبصراحه في الديزاين اللي هو الخشبي ده كان نفسي ان هم يبعتوه لي، بس هم بعتوا لي اللي هو الكربون بلاك، وفي الوان ثانيه مط والوان لميع، فغالبا هيناسب كل الاذواق. اما النسخه الثانيه هي البي 2، وهي الشكل اللي هو المربع ده اللي حجم الشاشه فيه صغير جدا، ده هنشوفه طبعا في الانبوكسنج، وده برضو متوفر منه حتى الآن 11 لون، برضو ما بين ألوان مط غامقة وألوان تانية لميعة وألوان كده بناتي في النص. فعلشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ الأنبوكسينج، وبعد كده هقول لكم رأيي في خلال فترة التجربة الفترة اللي فاتت. هنبدا بانبوكسنج للارجوس جي 2، ورسمين عليه بقى فاير كده وحركات، ده اللون اللي هو ظهره كربون فايبر، بصراحه انا شايف لونه مميز جدا جدا. وهنا ده الايه السكراتش كود عشان تتاكد ان هو البرودكت اوثنتيك او لا، واللون بتاعه اسمه سبراي بلاك. اول حاجه هتقابلنا شنطه المتعلقات الاضافيه، ده موجود فيها ايه هنشوف. اول حاجه بتيجي هي الكارتج الاضافيه اللي هي ممكن تنفع ريستريكتد دي ال او اللي هي نفس شيشه، يعني دي مقاومه 0.4 اوم. بيجي كابل تايب سي ومعلومات كده ازاي تنجوي بالبود يعني، وبيجي كتيب صغير موجود فيه طريقه الاستخدام. وخلي بالك المحتويات دي هي نفسها اللي موجوده في الارجوس البي 2، فبالتالي احنا ايه مش هنفتحها تاني مع البي 2. واخيرا بتيجي بقى لانيارد شيك كده، واللي موجوده في جهاز الجي معاها الحته الرابر دي علشان تمسك البود عشان لو عايز تعلقه على رقبتك، ولكن في الجهاز التاني مش موجوده دي، موجود بس اللانيارد من غير الحته الرابر. نشوف بقى البود نفسه، ده شكل البود بقى، هتلاقيه اسود ومكتوب ارجوس كده بالجولد هنا، حركه في منتهى الشياكه، وظهره بلاك كربون ولكنه لميع مش مط. انا شايف الديزاين ده بصراحه ديزاين حلو جدا جدا، وخصوصا بقى حجم الشاشه واللي موجود فيها. لكن هنتكلم الاول عن الكارتريج اللي بتبقى راكبه في البود نفسه. دي الكارتريج اللي جاي راكبه في البود، والمقاومه هنا بتكون موجوده على مكان الغطاء الرابر ده، دي بتبقى مقاومتها 0.7 اوم. وخلي بالك هم كمان عندهم كارتريج مقاومه 1 اوم و 1.2 اوم للي بيشرب بقى ايه سولت نيكوتين او نيكوتين عادي. برضه ميزه في الكارتج دي ان هي مش بتحتاج ترفعها من البود علشان تملاها، هي من فوق على طول بتشيل كده وكده. تعالى نشوف بقى الجهاز، وعشان نفتحه هنضغط 5 تكات 1 2 3 4 5،
تلاقي بقى ايه شوية فايبريشنز والوان وشوية حركات جميلة جدا. هنا بقى مستويات الاير فلو هتلاقي ان هي ليها 3 مستويات، والاير فلو ريزيستنس بتاعها قويه، يعني هتحسها غلسه شويه ولكن طبعا هتفضل ثابته على مستوى الاير فلو اللي انت عامله. لو قفلته للاخر خالص هو سايب لك فتحه كده صغيره جدا هنا عشان لو عايز نفس ضيق ضيق، ده انصح بيه لو انت طبعا تشرب صوره النيكوتين، غير كده النفس هيكون مكتوم جدا. من هنا بقى زرار المنيو اللي هنشوف دلوقتي بيستخدم ازاي، وطبعا سوكت شحن تايب سي. البطاريه هنا 1000 ملي امبير، وبرده البود ده بيشحن بسرعه لانه بيسبورت ال 5 فولت 2 امبير. ايه بقى اللي باين قدامنا في الشاشه؟ اولا في الاثنين بار بتوع الاضاءه دول، ودول هنتكلم عنهم وازاي نقفلهم وبيتغيروا على حسب المود. من فوق موجود بار للبطاريه وجنبها مستوى البطاريه. هنا في الدائره الكبيره هو الوات اللي انت بتشرب عليه، وبعد كده موجود المود اللي بتشرب عليه، وفي 3 مودز هنشرحهم، وبعد كده السكرين لوكد او لا، وهنا الباف كاونت، وهنا الريزيستنس او المقاومه. طيب نبدا بقى في امكانيات البود. اولا لو ندوس ضغطتين كده 1 2 بيبدا يدينا ال3 مودز اللي انت بتشرب عليه. عندك السمارت اللي هو بيبدا بيها باي ديفولت، والسوبر والايب. بيختلفوا في ايه؟ هقول لك، بس تعالى نشوف شكل كل واحد. السوبر هتلاقي بقى ايه المكوك الفضائي ده، والاضاءه بقت زرقاء، نفس المعلومات موجوده ولكن شكلها اتغير شويه. والايكو بقى نضغط ضغطتين، ننزل على ايكو، نعلق ايدينا بقى اخضر عشان ايه؟ بيحافظ على البيئه بقى وكده. نفس المعلومات موجوده ولكن سيم اتحول بقى اخضر. طيب الفرق ما بين ال3 مودز، السمارت هو يعتبر النورمال او الديفولت، ده بيدي لك فيبنج اكسبيرينس جميله، ولكن السوبر تحس ان هو بيبوست جامد الفليفر وبيبوست كميه الدخان، فغالبا هو بيشتغل على وات اعلى شويه من الوات اللي انت مختاره. والعكس في الايكو، الايكو بيحافظ على البطاريه اكتر لانه غالبا بيشتغل على وات اقل من اللي انت بتستخدمه. انما فعليا من خلال التجربه لو عايز تحافظ على البطاريه تعمل الاوبشن ده. عشان افعله هضغط 1 2 3 4 5 وبعد كده هقوم معلق ايدي على زرار الباور. كده هو قفل الانوار اللي بتشتغل من الجنب، فده هيوفر معانا في البطاريه. طيب ازاي بقى تغير الوات اللي بتشرب عليه؟ هتدوس 3 تكات 1 2 3 تلاقي الرقم ده بيفلاش، تقدر تغير الوات ضغطه ضغطه او تفضل معلق ايدك عشان يجري بسرعه. البود ده اخره 30 وات ولكن بيدي لك في كل كارتج انت مركبها الماكسيمم وات اللي ممكن تشرب عليه. طيب انا علشان كنت عمال اضغط وكده، فانا كنت عايز اضمن ان انا لما ادوس فاير ما يبقاش بيشغل الكويل، ونفس القصه لو انت هتحط البود في جيبك. فمدينا بزرار اللوك ازاي بقى؟ تضغط 5 ضغطات 1 2 3 4 5 ومن هنا تختار اللوك والانلوك، تختار الاوبشن وتفضل معلق عليه ايدك كده. كده هتلاقي علامه اللوك اتشالت. ايه كمان موجود لو دوسنا 5 تكات 1 2 3 4 5؟ ان عندك هنا بيعمل كلير باف علشان يكلير عدد البافات اللي انت استخدمتها، وعندك الباف كاونت من 5 ديجيتس يعني معاك لحد 100,000 باف. بيكاونت معاك لحد 100,000 باف. 1 2 3 4 5 هنا بتعمل باور اوف، تعلق ايدك، الجهاز بيعمل فايبريشن ويدي لك اوف دي ويقفل معاك. هما بقى كانوا باعتين مع الجهاز الجميل الشيك ده اللي احنا هنجربه كمان شويه، البود التاني اللي هو البي 2 اللي هو يعتبر النسخه المربعه، وهما بيقولوا لي ان هما الاثنين ما فرقوش عن بعض كتير، ولكن فعليا انا شايفه جهاز تاني خالص يعتبر ان هما مشتركين بس في الكارتريج. فتعال نشوف. دي بقى العلبه بتاعه الارجوس البي 2، وهنا في تحكمات كتير في طريقه الشرب مختلفه عن الجي 2. تعال نشوف. طبعا هنا نفس المحتويات زي ما قلنا اللي في التاني، ونفس الكارتج الزياده فمش هنعدي عليها تاني، وهو ده شكل البي 2.
اكتر حاجة بقى مميزة في البورد ده، انت هتلاقي هنا طبعا بيتو مكتوبة هنا، ولكن البورد عليها ازاز ترانسبيرنت تماما، انت شايف محتويات البورد بالكامل قدامك هنا، حتى مكان سوكت الشحن موجود من تحت بيوصل على البورد على طول. صراحة انا شايف الديزاين عبقري. طبعا هو مش ازاز، هو بلاستيك، ولكن مدي لك احساس الازاز. ديزاين بقى الامامي مختلف جدا عن اي بود شفته قبل كده. طبعا هنا مدي لك شاشة ديجيتال صغيرة جدا، ولكن فيها كمية اوبشنز كتير جدا جدا هنشوفها دلوقتي، وهنا دي ليدز بتنور حسب المود، فهنعدي نشوف. في هنا احساس كده ان انت حاسس ان هي سوسته، تحس الزرار ده كان البود كانه ميكانيك، ان انت بتحس بمقاومه، ان في سوسته كده في ايدك، فمختلف جدا صراحه. يلا 1 2 3 4 5 هنبدا هنا بويلكم والانوار الجميله. الشاشه هنا هتلاحظ فيها ان فوق موجود البطاريه اللي في النص دي هنتكلم عنها، وتحت الريزيستنس وعدد البفات، وهتلاقي بقى الانوار دي ايه عماله تلعب معاك. طبعا بتيجي هنا نفس الكارتج اللي هي ال 0.7، نفس اللي كانت في الجي 2، وبرده معاه الكارتج الزياده 0.4. طيب تعالى بقى اشرح لك الاوبشنز اللي هنا وركز معايا. اولا هنا في اتنين مود، مود اللي هو الباور مود، ومود اسمه شيفت مود. تعالى نجيب الباور مود الاول. 1 2 3 4 5 هنختار من هنا، عندك اوف، اكزيت، ان كلير الباف، والباور مود. لو اخترنا الباور مود وفضلنا معلقين بايدينا، انت هنا حولته بود عادي جدا، تختار الوات اللي بتشرب عليه وحسب المقاومه اللي موجوده. فمن هنا لو ضغطت 3 ضغطات 1 2 3 بتبدا تختار الوات اللي بتشرب عليه، طبعا بيدي لك الماكسيمم حسب الكارتريدج، برده بيطلع لحد 30 وات. والبطاريه هنا على فكره يا جماعه 1100 امبير، يعني اعلى من الجي 2. فهنا هتضغط 3 ضغطات 1 2 3 وتفضل تدوس لحد ما تختار الوات اللي انت عايز تشرب عليه، فخلينا نرجعها هنا ايه ل 16 وات. هنضغط 5 تكات 1 2 3 4 5 ونختار من هنا شيفت مود ونعلق ايدينا. جميل جدا. عندك بقى 3 شيفت مود، هنا هو ملوش دعوه بالوات اللي انت بتختاره، هنا انت عامل باي باس للوات اصلا، هنا انت بتختار حسب المود اللي عايز تشرب عليه. المود الاول اللي هو ال NOR ده المود النورمال، اللي هو شبه المود السمارت اللي موجود في الجي 2، ده غالبا عادي بيدي لك الوات المناسب حسب المقاومه، فده كده النورمال. هتضغط 1 2 3 نقلت للايكو. الايكو بيشغلك تقريبا على وات اقل من المفروض ان انت تشرب عليه، فبيحافظ لك برده على البطاريه. بس خلي بالك البطاريه هنا انا قعدت معايا يومين ونص تقريبا 3 ايام من غير نظام الايكو، لان مفيش اي استهلاك للبطاريه غالبا غير للتبخير على الفيب. فالبود اللي في ايدي ده هو حتى الان يعتبر اكتر بود قعد معايا فتره استخدام في شحنه واحده. طيب هنضغط 3 ضغطات كمان 1 2 3 دخلك بقى على الاس بي تي، غالبا دي هي السبورت مود. هنا الباف قويه جدا، فغالبا مشغلك على وات اعلى من اللي المفروض ان انت تشرب عليه. طيب يبقى احنا كده عندنا شيفت مود اللي هو اللي فيه الثلاثه مودز دول، وعندنا الوات مود العادي جدا، ولكن في مود بقى كمان للاضاءات من الزرار اللي هنا. لما تعلق ايدك عندك 3 مودز للاضاءه، وممكن حتى تلاحظ وانا شغال اوقات الشاشه كانت تبقى ايه دمد كده ومطفي. طيب مودز الاضاءه دي هتفيد معاك برضو في توفير البطاريه جامد جدا. المود الاولاني هو بيقول لك ليد ام 1، هتلاقي ايه الانوار دي عماله تنور كده، وكل ما تدوس ضغطه هنا هتلاقي ايه عماله تلعب معاك انوار. هنا بتبقى السكرين دايما شغاله والانوار شغاله، وانت بتفيب الانوار بتبقى شغاله. خليني احط كارتج فيها ليكويد واوريك عامله ازاي. خلي بالك البود ده ما فيهوش زرار عشان الفاير، هو شغال بس سنسور، ومن الجنب هنا موجود مستويات الاير فلو، ومن هنا مكان عشان العلاقه. البود يعتبر سيمبل جدا. طيب على مود 1 تعالى خد باف هوريك ايه فرح العمده اللي بتشتغل هنا ده. مع الباف هتلاقي ايه الانوار بتلعب كده. طيب علق ايدك تاني هنا هتبقى على مود ليد ام 2، هنا بيوريك الشاشه كده مره واحده، والاضاءه هنا مع كل فيب بينور ابيض والشاشه بتبقى مطفيه. خليني اخد باف واوريك عامل ازاي. زي ما انت شايف كده نور هنا ابيض وطفى هنا. لما لو عايز الشاشه تبقى باينه والانوار دي هي اللي موجوده، هتعلق ايدك وتدخل على مود ليد اوف، هنا الانوار دي مطفيه تماما وبس السكرين هي المنوره،
وهو ده المود اللي يعتبر اكتر حاجه موفره لاستهلاك البطاريه، كان عندك بطاريه 1100 على شبايه صغيره، فتقريبا كل قوه البطاريه رايحه بس للفيبنج. هنا لو خدت نفس هتلاقي مفيش اي اضاءات بتنور هنا زي ما انت هتشوف دلوقتي، مفيش اي اضاءات. تعالوا بقى نرجع تاني واقول لكم رايي خلال فتره التجربه للجهازين دول. بصراحة البودين شكلهم شيك جدا، وده نقلة في الديزاين والشاشات والألوان والأنيميشن اللي موجودة في أجهزة فوكو وخصوصا سيريس الأرجوس. الكلام ده كله من كام شهر ما كانش موجود خالص مع شركة فوكو. بالنسبة للباور مودز، أنا الصراحة هنا كنت شغال على السوبر مود، أو هنا مود الـ SPT اللي هو بيدي قوة أكتر واستهلاك أكتر للبطارية علشان أخد أحسن بيرفورمانس من الفليفر. وأول تعليق بالنسبة للفليفر هو طبعا تطور الكارتجات دي عن الكويلات الـ PNP أو الـ PNPX اللي كانوا مشهورين في أجهزة فوكو. الكارتج برضو اختبرتها في كل الظروف وبرضو بلاقيها أنتي ليكينج تماما. أنا مش بسهولة بلاقي إن الكارتج ممكن تليك مهما كان طريقه الاستخدام، قلبه على ظهره مليان ليكويد، سايبه على جنبه بتاع، ما كنتش بلاقي ليكنج خالص. الكارتجات بقى زي ما قلنا عندك 0.4 و0.7 و1.2، ولكن كمان فوكو نزلت نفس الكارتج دي من غير كويلات، وتقدر تشتغل عادي بالكويلات اللي هي الاي تي او. ده لو انت مش عايز تفضل تغير كارتجات، انت هتجيب واحده كارتج فاضيه وهتبدأ تجيب الكويلات الـ ITO بعد كده وتبدل في الكويلات. بالنسبة للكارتج 0.4 مش مدية نفس شيشة أو DL صريح زي التطوير اللي حصل في بعض الشركات التانية دلوقتي، ولكن تعتبر Restricted DL معقولة شوية بالنسبة للبود بالحجم ده. إنما لو أنت متجه لنفس شيشة صريح، انصحك ان انت تفضل في اجهزه الارجوس برو او طبعا الدرجات باختلاف انواعها. بالنسبه بقى للبطاريه، الشاشه هنا ملونه ومليانه انيميشن، وانت بتشرب هتلاقيها عماله تطلع لك ايه بابلز كده وحركات، فطبعا البطاريه كانت احسن بكتير جدا في جهاز الارجوس البي 2 عن الجي 2. والميزه بقى اللي حاصله هنا ان دايما بتاخد نفس الاداء بتاع البطاريه لحد قبل ما تخلص بشويه، انما البرفورمانس مش بيضعف مع ضعف البطاريه بالوقت وكل ما هي بتفرغ شحنها يعني. وطبعا زي اي ريفيو هبقى سايب لك فرصه ان انت كمان تجرب الاجهزه دي، والمره دي هيكون في 2 هيكسبوا، واحد هيكسب جهاز الجي 2 وواحد هيكسب جهاز البي 2. الشروط ايه عشان تكسب؟ حاجه بسيطه جدا، هتلاقي صوره ببوست موجود على انستغرام، اعمل كومنت هناك، وعلى قناة يوتيوب هنا اعمل كومنت هنا، وتأكد ان انت عامل فولو لانستجرام بتاعنا وعامل سبسكرايب هنا، تأكد ان انت بتعمل لايك بقى للبوست ولايك للفيديو كده، وساعدنا يعني ان احنا نعمل ريتش شوية بس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير.